نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل الشكر للكباتن الكابتن عبد الرحمن محمد والكابتن عبيد جمعة وأني الزميل خالد القحطاني، والحديث ما قبل بداية هذه المباراة. سيداتي أنساتي، أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء، اللقاء ضمن الجولة رقم 3 في دوري نجوم قطر، لقاء يجمع ما بين الجيش والخور في هذه الجولة بعد العودة من طبعا تقدم بمناسبة عيد الأضحى المبارك عاده. حركة، تشعر ان في حركة النهاردة، تعالي تمركز وتركيز، يعني المكان تماما مدى طبعا المباراة الصعبة عندما تكون من أمام الجيش. أسماء كبيرة، لعل هنا لاسينا ديابي 23 عام. هلال يمشي كرة الأمام، هنا محاولة مرور لمصلحة الخور، لكن إلى تدخل لاسينا ديابي وإبعاد إلى ركلة زاوية لمصلحة الخور. ركلة زاوية موجودة، شوف عبد الرحمن يضغط في اللقطة الماضية من أمام لاسكا كأندية طبعا شارك من خلالها او درب من خلالها في 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 دول الخليج. طبعا حاليا طبعا الان طبعا بوجوده مع نادي الخور طبعا خلف البولوني. هذه محاوله لمصلحه الخور، فرصه وتسديده، لكن ديابي يبحث عن تحركات. ديابي جاءت لديابي، استلم في الطرف الايمن، هنا محاوله لمصلحه الخور في اقصى اليمين، هذه عرضيه قد تكون. ينتظر ديابي، ينتظر المرور، ينتظر النقله، لكن عادت لماديسون ما بين الاثنين. ماديسون يعدي، يمر ماديسون، يسدد ماديسون. ديابي في الطرف الأيمن ينطلق ويبحث عن عرضية، لكن تجد دفاعات الجيش في كل مكان، دفاعات الجيش في كل مكان. مرت لسانع، ديابي يحاول يعدي أمام اثنين، مر بشكل سليم، مررها للأمام، لكن تتخلص، خلصت الكرة الماضية من جديد لبريتشي. عودة للخلف، رضا شابلي يغير اتجاه اللعب، برافو في اقصى اليسار، هنا استلام موجود، جوليو سيزر من امام مراد، يعدي جوليو، يلعب عرضية سهلة، برافو جوليو سيزر، يعدي، تمر للامام ديابي، هنا محاولة لكن مقطوعة من امامه، وصلت من جديد. لا اهداف، كرة مرت للامام، وصلت لماديسون، ديابي، ماديسون من جديد في الطرف الأيمن، ما بين اثنين، عدى ماديسون أمام ماجد، يمر ماديسون، لكن برافو يا ماجد، سيطر عليها بالأخير، واللمسة الأخيرة كانت لماجد محمد اللي أبعدها أو أبعدت من أمامه إلى خارج أرض الملعب إلى ركلة أو رمية جانبية. ديابي لاعب نادي الخور في اللقطة الماضية، وصلت الآن للكرة بعرض الملعب، جوليو يعدي، يمشيها للأمام، ديابي، ديابي يبحث عن ماديسون، عاد لجوليو، لماديسون في الطرف الأيمن، محاولة لمصلحة الخور، يحصل لمسة للأمام، ديابي خطأ عليه، سيلا ديابي خطأ عليه في اللقطة الماضية. وسام كرة عالية وحائرة حتى الآن، ماديسون تقطع من أمامه، مرت من جديد، لكن متابعة، برافو، مرت للخور، حلوة هذه، لا تسلل، خطيرة لمصلحة الخور في الطرف الأيمن، هنا محاولة موجودة، افتتاح النتيجة ممكن في أقصى اليمين، مرت العرضية، أوه إلى ركلة مرمى، إلى ركلة مرمى، برافو، برافو مندس، برافو مندس من أمام ديابي، شوف حاول، حاول وكسب ركلة مرمى، شوف تابع كسب ركلة مرمى في اللقطة الماضية، أخذ له شقلبة أمامية وجانبية وبعد كذا بعدها الكرة الماضية، على العموم عدت بسلام،
وكذلك ايضا جاسم علي وعبد العزيز المهندي وجاسم عبد الرحمن الملا، كل هذه الاسماء موجوده في دكه البدلاء بالنسبه لنادي الجيش. ننتظرها، ننتظر اضافه. هنا تغابي يتحصل على خطا من عبد الرحمن ابكر، خطا موجود في الطرف الايسر لمصلحه نادي الخوم، خطا موجود. شوف هنا التدخل وشوف هنا الاعاقه امامنا والحكم كان قريب. يجب للحكم اللي تحركاته دائما قرب الكره او على الاقل على مره. وبعد ثلاث مباريات او ثلاث جولات في دوري النجوم جوليو اماميه، هنا استلام ديابي، ديابي يحاول يعيد الكره للخلف مر جوليو اماميه، هنا استلام ديابي، ديابي يحاول جوليو اماميه، هنا استلام ديابي، ديابي يحاول وصلت ديابي للخلف منقولة ديابي من جديد ما بين مندز وما بين عير بابكر، بينما العودة ديابي يحاول يمر ما بين اثنين صعبها شوية، العودة للخلف عند جوليو سيزر، هنا انطلاقة لمصلحة الخور، لمسة للأمام منقولة، واحد اثنين محاولة مرور منقولة هنا لماديسون، ماديسون يعدي، ماديسون يمر، عرضية لكنها تصطد لياسر أبو بكر وتعود مرة أخرى. برافو ياسر، لكن الكرة غادرت كما يشيع عوبة للأمام، تقطع من ديابي. برافو ديابي، عدى ديابي من امام مراد، مر لمصلحه الخور، لا تزال الكره ما بين اللاعبين. ركله مرمى اذا، شوفوا امامنا الدخول من مراد ما بينه وما بين ديابي. واضح اللقطه الماضيه. كل مكان اينما كنتم تحيه طيبه ناتيكم هنا ضمن الجوله الرابعه وختام، واهل جنوب ايضا من خلال هذا اللقاء. نواف او نايف البريك، ميراندا، ديابي، تصل لمصطفى، إلى ديابي مرة أخرى، ميراندا، منقولة ممتازة إلى هلال محمد. هجومية بالنسبة للخور وخاصة في عملية الاستحواذ والسيطرة على الكرة في خط منتصف نادي الخور بما يمتلك من مهارة وسرعات مع نادي الخور في حضوره. أعتقد بأن الخور ستكتمل لديه الصورة. رأسية عبد الله مصطفى ممتازة وصلت إلى هنا لدينا في شوط اللقاء الأول. ديابي، عودة إلى عبد الله مصطفى، تصل إلى ديابي، كرة مقطوعة تعود لديابي، قوة بدنية لهذا اللاعب، منقولة لميراندا، محاولة من ميراندا، الدفاع كل من نايف والبديل لدينا وليد محي الدين في الجهة اليسرى وقلبي دفاع الكوري ومصطفى جلال. هكذا جان فرنانديز في الشوط الثاني، اعتقد سيكون شكل الخور يتقدم. ديابي صفراء من خلال هذا اللقاء هنا لدينا مصطفى، وصلت الى جوليو، شوف لان جوليو دائما ما يخرج داخل خارج منطقة الجزاء، لذلك ديابي يجب ان يبقى داخل منطقة الجزاء، وهنا لدينا تسديدة من ديابي والكرة بعد ذلك الى ركلة زاوية، الى ركلة زاوية. هذا ديابي، لاسينا، شوف حاول، لاعب قوي، لاعب سريع، يمتاز بكثير من الأزمات. الانتصار الأول يفك الكثير من الأزمات، سنشاهد كل ذلك. هنا لدينا لسانة، يمر سلمان فلاحي، يعني ما أعتقد لا، لسانة ديابي، لسانة لديه الكرة، يمر، يمر، ممتاز، ممتاز، لاعب ممتاز، لكن مصطفى جلال، ديابي، كرة أمامية ممتازة يحاول من خلالها رضا شاب. لدينا 8 دقائق، وعلى ما يبدو بأنه بالنسبة للوكرة. هذا ديابي، ديابي ممتازة، تمريرة تعود مرة أخرى لي ديابي، يحاول يسدد ولكن أيضا تصطد من الازيدي، الى حمود الازيدي،
وصلت لدينا لديابي. حاول قوة ما لم يستغل اليوم ديابي. فكرة يعني نادي الخور الشوط الثاني شكله هيلعب بثلاثة. مصطفى جلال هيرجع يلعب ورا مع نايف مبارك ومع ليونج، وهم الثلاثة بيلعبوا ورا نفس طريقة على طول. اللي عايز، اللي ما بيشبعش، اللي عنده الرغبة في الاجتهاد باستمرار، حاجات بتبقى جميلة. محمد جمعة أو اللاعبين حالتهم مش طبيعية أبدا. أدي لاسينا ديابي بعد نزوله، وأدي عادل لامي. خلي بالك يا عادل، عندك إنذار. هو راح والكرة وقفت. ده كلام يا سيد، ده كلام. لاسينا ديابي يقف يا ولد على الترقيصة الجميلة، لكن عادل لامي بيغطي نفسه. عدت، مرت، راحت. ميراندا أدي لاسينا ديابي، وتطلع رمي التماس لصالح النادي العربي. العربي بطل الدوري 7 مرات في الفترة الأخيرة. الأخوية 4 بطولات دوري في آخر 5 سنوات، والسد ومن قبله كان الغرافة 3 مرات متتالية، وبالتالي السد يعتلي قي. أهل الدوحة هنا، أهل قطر كان لعب فترة برضه في بدايته تاني على طول. موابلي دلوقتي موجود مع النادي الأهلي، فازوا بهدفين في مباراتهم النادي الأهلي. هربت يا سيد، ضاعت يا سيد، إلى ميراندا، إلى ماديسون، خطيرة قد تكون لسينا ديابي، وضربة مرمى حلوة 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 حلوة. خطأ كبير من سيد أشكان اتدلع فيها الحقيقة، وماديسون عمل لعب مباشر بوان سري جميلة، ولسينا ديابي يصوب، ولكن أعلى العرضة تقريبا بيرضى. أعلى العرضة تقريبا بيرضى. النهارده مدرب غير الباكين وغير طريقه اللعب من شوط لشوط، على امل في حاجات غلط في نادي الخور، في حاجات غلط. حتى زولا تعب من درجه حراره قد تكون ولا ايه. ادي الباص الامامي، جوليو سيزار الى لاسينا ديابي، فرصه كبيره جدا. لسه نازل حالا، لسه نازل يا عبد الله، يا عبد الله. عبد الله كان نازل بسرعته وبقوته، واتعمل باص حلو قوي من لاسينا ديابي، ولكن التقدير بتاع توجيه الكره ما جاش كويس. سيد أشكان، سيد ديابي، ومع ذلك ممكن يسجلوا دلوقتي والماتش ينتهي تعادل عادي. موجودة في الكورة لاسينا ديابي، يصوب، يا سلام يا سلام. رجب حمزة، لسه بقول لحضراتكم رغم كل هذه الأخطاء أو العيوب اللي ظهرت في فريق الخور، إلا أنه قادر على التسجيل، أنه عنده إمكانيات لاعبين بشكل فردي. ماديسون، جوليو سيزر، لاسينا ديابي ممكن يبقى لهم دور، ولكن رجب حمزة النهاردة الحقيقة متمركز باستمرار وتركيزه عالي. تمركز وتركيز، يعني المكان واثنين. بينما الخور حتى الآن متأخر 1-0، يبحث عن التعديل. لاسينا ديابي حاول يعدي، رجله الشمال واليمين كويسين. هاتوا خد، عايز يعمل 1-0، يبحث عن التعديل. لاسينا ديابي 1-0، يبحث عن التعديل. لاسينا ديابي حاول، وكأنه عقاب. ادي الباص الامامي، لاسينا ديابي، لاسينا ديابي، ومعاه رودفاني. لاسينا ديابي، لاسينا ديابي، لاعب جميل، فرصه، سلام يا رجب. لاسينا ديابي من تاني، يقف يا ولد يا لعيب، تتحضر من جديد الى ميراندا، سلام يا رجب. الاخطاء اللي وقع فيها نادي الخور، الا انه قادر على التعادل، قادر على التعديل، ورجب حمزه يتدخل لاكثر من مره في الوقت المناسب. من الحراس ايضا الكبار والتاريخيين للنادي العربي في زمن عظيم، بعيدا عن مشواره بعد ذلك سواء كان مع نادي السد او اكمل مشوار. اعلاميين حاليا المهمين والكبار في بي ان سبورتس. مبارك مصطفى كان مدير ورئيس